اولا ما فيش مخدر اسمه زومبي، اللي مقصود بيه ده مخدر الاعراض اللي اسمه فلاتر. فلاتر ده مختلف خالص غير المجموعه دي، الاستروكس والفودو والسبايس. عندنا المخدرات دي وكارثتهم كبيره قوي كمان، يعني زي. مش سهله. اشهر نوع من التعاطي اللي هو عن طريق التدخين، لان هي شبه الماريجوانا او شبه الحشيش، فبتعاطى بالشكل ده، مش بتظهر في التحاليل. ثانيا المواد دي مواد سامه اكتر من انها مواد مخدره. مش بتظهر في التحاليل؟ يعني لما اجي ادور عليها في التحاليل ما بلاقيهاش في التحاليل. ليه؟ لغايه الان ما اكتشفناش الشرايط او الطريقه اللي يظهرها بالظبط. لغايه الان عميل بيجي يقول لنا انا باخد كذا وباخد كذا وباخد كذا، زائد برضه التقارير الرقابيه، زائد مثلا اجهزه المكافحه لما تقول لنا ده ظبطنا كذا كذا مثلا، او عندنا مخدر كذا كذا منتشر. بيحس بايه؟ احاسيس النشوه العاديه اللي بتحصله لما بياخد الحشيش او ياخد ماده مخدره. طيب ايه التاثيرات بتاعتها؟ غير انها بتعمل تاثيرات زي الغثيان والقيء، دايما لما حد ياخدها في الاول بتعمل على زياده معدل ضربات القلب، بتسبب اعراض ذهنية، بتسبب حسيس بالعظمة، بتسبب حسيس بالبارانويا، بيبقى عنده نوبات هياج وعنف، يبتدي سلوكه يختلف، بيبتدي ينفعل كتير، بيبتدي مثلا يتضايق كتير، بيبتدي مثلا يحصل نوع من العزلة، يبتدي ما يشاركش في الأنشطة الاجتماعية اللي كان بيشارك فيها، ينسحب عن حتى الأنشطة الأسرية والعائلية والكلام. على مستوى لما نبص على شكله، شكله متغير، وزنه بيقل، شهيته للأكل بتقل. على مستوى الأكاديمي بتاعه نمره بتقل، بعد ما كان متفوق في الدراسة ابن الآن دلوقتي نمره بتقل لغاية ما يحصل له تسرب دراسي. ودي من أكتر الحاجات اللي بنشوفها مع الأولاد، سواء اللي بيتعاطوا الاستروكس والفودو أو حتى اللي بيتعاطوا الحشيش. إن جزء كبير من المراهقين اللي ابتدوا ياخدوا مخدرات عكس ما كان شائع قبل كده بيبتدي يدخن وياخد حشيش، لا لقيناه مثلا دلوقتي ممكن ما ياخدش الحشيش وياخد الاستروكس والفودو مثلا، او يجرب الحشيش، ولو جرب الحاجات دي بياخد الحاجات دي. القاهره بتيجي في مقدمه المحافظات من ناحيه نسب التعاطي ونسب الادمان. ثاني محافظه اظن تقريبا سوهاج. بتختلف النسب بعد كده بين المحافظات او كده، من ناحيه مثلا محافظات شمال سيناء فيها نسب ارتفاع عاليه، المحافظات الساحليه فيها نسب تعاطي عاليه برضه.